FM. الكلمة ليك. الانترفيو. الانترفيو. نرحبوا بضيفنا للانترفيو اليوم وزير التجارة سيد محسن حسن. سيد الوزير صباح النور. صباح الخير، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. سيد الوزير، اكيد ما عادش برشا على رمضان، ما عادش برشا على اكيد نعرف الشعب التونسي تقاليد كبيره مع شهر رمضان المعظم، واكيد وزاره التجاره من اهم نجم نقولوا التحديات لها هي تامين كل اللوازم شهر رمضان. بديتوها البارح نجم نقولوا بتخفيضات في عديد المواد الغذائيه، اكيد قرارات تسعد الشعب التونسي. بارك الله فيك. والحقيقة عندنا مدة ووزارة التجارة تعد في نفسها بمعية الوزارات المعنية، وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، أيضا مع الهياكل المهنية سواء كان على مستوى اتحاد الفلاحين أو اتحاد الصناعة والتجارة أو كونيكت، ونعدوا في أنفسنا حتى يتعدى شهر رمضان، يعني تكون فيه الأسعار في متناول التوانسة، في متناول الطبقة المتوسطة، وتكون في أيضا انتظامية في التزويد. وهذا الحقيقة اللي إن شاء الله نطمن الشعب التونسي بقدرة ربي الأسعار راهي باش تنخفض أكثر في شهر رمضان مقارنة بالسنة الماضية، مقارنة حتى بالفترة هذه، وأيضا لا فماش حتى إشكالية على مستوى التزويد، خذينا احتياطاتنا الكل، وقعت برمجة يعني مع كل الهياكل المهنية، يعني الانتاج الضروري لمجابهة يعني الطلب الإضافي سواء كان في شهر رمضان أو في فترة الصيف. أيضا كوننا المخزونات التعديلية في أهم المنتجات، اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء، العظم، كل شيء كل شيء كل شيء عندنا ما يكفي وزيادة، معناه ما تخافوش، راهو قاع تخزين كل ما هو ضروري، والأسعار راني شد صحيح، وزارة التجارة شادة صحيح اللي الأسعار إذا ما تنخفض. وبدينا البارح باجتماع الحقيقة مع أصحاب المساحات التجارية الكبرى، الشركات هذه ما قصروش، تفاعلوا معنا وكانوا في مستوى الحدث، وكانوا في مستوى تطلعات التوانسة، واتفقنا على تخفيضات خلال شهر رمضان تم عديد المواد الأساسية، والتخفيضات هذه باش تجي على الأسعار متاع شهر أفريل، لأنه يعني نجموا بعض الخيان يقول لك تو يجيوا في ماي يطلعوا الأسعار وبعد في رمضان هكا يعملوا تخفيض وما صار شيء، لكن احنا اتفقنا باش ناخذوا أسعار مرجعية متاع شهر أفريل وباش نقوموا بتخفيضات خلال شهر رمضان تم أهم المواد الأساسية، المياه المعدنية، المشروبات الغازية بين 5 و10% تخفيض، الزيوت النباتية 15% تخفيض، الطن من 15 إلى 20% تخفيض، الطماطم من 10 إلى 15% تخفيض، مشتقات الحليب وهذا باش يساعدنا باش ندعموا استهلاك الياغورت والجبن، ومن شأنه أنه يساعد على امتصاص فايل الانتاج متاع الحليب، التخفيض في مشتقات الحليب باش يكون بين 7 و10%، البيض المعلب بين باش يكون تخفيض في حدود 10%، مواد التنظيف من 20 إلى 30%. الحاجة الأخرى اللي اتفقنا وأنه السعر الأقصى بتاع الدجاج الجاهز للطبخ باش يكون 4990، وهذا هام جدا لأنه هذا نستهدف العائلات المتوسطة اللي تاكل دجاج في شهر رمضان. الاسكالوب باش يكون في حدود 8990 مليم كسعر أقصى، فما تخفيض برشا في مادة الاسكالوب تقريبا، موتوى فما ارتفاع للطلب وبالتالي الأسعار قاعدة ترتفع، قولوا استقرار على استقرار. احنا الدجاج جاهز للطبخ باش يكون 4990 كسعر أقصى، الاسكالوب 8990 كسعر أقصى، واللحم عندنا اللحم البقري هبرة باش يكون في حدود 17 دينار للكيلوغرام الواحد، هذا حتى نهاية شهر رمضان، وباش نزيدوا إن شاء الله نعملوا مجهود مع بقية الهياكل المهنية إن شاء الله باش نزيدوا نقوموا بتخفيضات يعني قبل ما يبدأ شهر رمضان، نحبوا نتهنوا على القفة متاع المواطن التونسي من حيث الأسعار، بالإضافة إلى مسألة الأسعار عندنا
حاجتين. الحاجة الأولى هي خطة اتصالية لتوعية وترشيد الاستهلاك، وهنا معهد الاستهلاك لأول مرة باش تكون عندنا حملة متكاملة فيها دي سبوت راديو إن شاء الله التلفزة قاعدين نستناه، وأيضا في الترخيص، وباش تكون فيها أفيشاج أوربان، والهدف هو التوعية الترشيد، باش يكون في اتصال مباشر مع المواطنين حتى نقوموا بدورنا في مجال التوعية والتثقيف فيما يخص الاستهلاك. عندنا جانب آخر مهم، المراقبة الاقتصادية. بقدر ما ناخذ إجراءات يزلنا شوية زجر في تطبيق القانون، واليوم في احنا في حمامات عندنا ملتقى المراقبة الاقتصادية حتى نعلن فيه على الإجراءات الجديدة، وهو باش نقول لك عليه. أعطينا أنت أكيد اليوم مش تفتح بعد شوية الملتقى الدولي لأعوان المراقبة الاقتصادية، الإجراءات بخصوص العوين هذا مش نوع مش يكون يعملوا كيفاش باش تكون المراقبة الاقتصادية. أول حاجة الحقيقة ديما نقولها في كل منبر إعلامي، نحب نتوجه بالشكر لكل زملائي وأخوتي في وزارة التجارة في سلك المراقبة مجهود الاقتصادية، قاعدين يخدموا برشا، قاعدين يتعرضوا للمضايقات، قاعدين يتعرضوا لاعتداء بالعنف، والمؤسسات التوانسة نقول لهم ربي يهديكم، راهم المراقبة الاقتصادية أولادنا وأخوتنا باش يحافظوا على قفة المواطن، باش يحافظوا أيضا على استقرار الأسعار اللي وانتظامية التزويد في البلاد. المراقبة الاقتصادية دورها كبير. اليوم أول حاجة تحسين ظروف عمل المراقبة الاقتصادية، ويعني حسنا شوية ظروف منحة المراقبة يعني وغيرها من وصولات الأكل وغيرها من الأمور الضرورية حتى نحسن ظروف عمل المراقبة الاقتصادية، في انتظار أنه إن شاء الله يقع تدعيمهم مادي، يقع تدعيمهم بشريا وتحسين ظروف العمل حيث وسائل النقل وغيره. واليوم فما حوايج نحبوا نحكيوا عليها، الفرقه الوطنيه للمراقبه الاقتصاديه، اليوم وقع احداث لاول مره في وزاره التجاره هيكل اصطلح عليه الفرقه الوطنيه للمراقبه الاقتصاديه، باش تنطلق في العمل نتاعها مع بدايه شهر رمضان، وباش تعتني باهم الملفات الكبرى على المستوى الوطني، من ذلك مثلا مراقبه المواد المدعمه. نجيو النقطة أخرى اللي هي قاعة عمليات المراقبة الاقتصادية، وقاعة العمليات يعني باش تقوم بالتنسيق بين مختلف فرق المراقبة الاقتصادية الموجودين في كامل تراب الجمهورية، إذا كان لازم باش نطلبوا تدخل قوات الأمن، إذا كان لازم نطلبوا تدخل وزارة الصحة أو وزارة الفلاحة، إذا كان لازم أيضا ندعم الفرق بفرق أخرى، والهدف هو التنسيق بين مختلف أعوان المهمة متاعهم. السيد الوزير، الفرقة الوطنية مهمتها هو التدخل على المستوى الوطني في مواضيع عندها حساسية كبيرة، مثلا كما قلت المواد المدعمة. اليوم عندنا برشا تبذير، برشا احتكار، برشا سوء تصرف من قبل مخربين في الاقتصاد الوطني لعديد المواد المدعمة، كما الزيوت النباتية اللي قاعدين يهربوا فيها ويصدروا فيها ويحتكروا فيها ويبيعوا فيها بأسوام أكثر من أسوام يعني الوقع تحديدها. أيضا الفارينة نحبوها تستعمل، مش معقول اليوم نستعمل الفارينة المدعمة بمال الشعب التونسي ونستعملوها باش نعملوا الجاتو ونعملوا البسكوي اللي يصدروه ونعملوا بها المقروض اللي نصدروه اللي ناكلوه، مش معقول الفارينة المدعمة مجعولة باش تعملوا بها خبز المواطن التونسي المتوسط واللي يستحق الدعم. ايضا عديد الاشكاليات الاخرى. الفرقه الوطنيه للمراقبه الاقتصاديه مش يكون دورها اساسا يعني التدخل لمراقبه المواد المدعمه والمواد ذات الحساسيه. اكيد نحكيوا هذا دور نجم نقول لفئه المواطن، لكن سيد الوزير الفرق المراقبه هذه مش نلقاوها في الـ في الـ في المارشيات الكبار في الاسواق الكبار، لكن فما اسواق اخرى تكون اقل حضور معناتها من الـ من الـ من المارشيات الكبار، مثلا مارشي سنترال، ولا تلقى مارشيات اصغر في عديد مناطق الولايات الكل والجمهوريه كامله. الكلمه ليك